الحالية مش النسخة الحالية بنصائحه الحكيمة في الوقت المناسب رغم إلحاحه وتأكيده خاصة أيام بدأ المرض يطل عليه ويرهب قواه. ومن النصائح الثمينة ما ورد في الكلمة التي ألقاها بصراحة دون لف أو دوران في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جوان 2014 قبل أن يسلم المشعل. وما سيبقى عالقا في ذهني اليوم تلك المبادرات السياسية الجريئة والمتنوعة التي أصر عليها الفقيد دفاعا عن قضايا التحرر في تونس وفي العالم، تحرر الشعوب وتحرر الإنسان. من هذه المبادرات الجريئة هناك طبعا مبادرة إحياء ذكرى الأربعين ليوم الأرض بشارع الحبيب بورقيبة التي لقيت إقبالا شعبيا واسعا وتعاطفا كبيرا، والتي سمح السيد أحمد بتجسيم المبدأ الذي كان يدافع عنه باستمرار فيما يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني الواحد داخل الأراضي المحتلة وخارجها بعقلانية وواقعية وتبصر بعيدا عن كل المزايدات. من هذه المبادرات الجريئة سأذكر مبادرة لم تلقى الصدى الكافي لدى القوى الديمقراطية ولدى جماهير اليسار التقدم العلماني، بينما قوبلت بالتشويه المبرح والتشهير والتنديد كالعادة من قبل أعداء الحرية الذين قال فيهم سيد أحمد كما شاهدتم في الفيلم أنهم يكيلون حقوق الإنسان بمكيالين، وكأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا كان من دينتهم وتخلفهم يتقاسمهم الدين والمذهب والانتماء، وهي تتمثل في الحملة التي أطلقها أحمد إبراهيم لإنقاذ المواطنة السودانية المسيحية الدكتورة مريم يحيى إبراهيم من المشنقة بعد أن أصدرت المحاكم السودانية حكمها بالإعدام عملا بقانون ما يسمى الردة، أي ترك الدين الإسلامي واعتناق ديانة أخرى. وقد رأى سيد أحمد في البلاغ الذي أصدره باسم الحزب في مايو 2014 جسيت أن هذا الحكم منافر تماما لجوهر الإسلام وقيمه السمحة ومبادئ حقوق الإنسان والمواطن المتعلقة بحرية المعتقد والضمير وحق اختيار كل إنسان لدينه أو مذهبه بحرية. وقد وضع أحمد إبراهيم هذه المسألة في إطار التصدي لمفهوم الدولة الدينية باعتبارها مثالا جسيت للمصائب والمآسي التي أدت وما زالت تؤدي إليها محاكم التفتيش في البلدان التي تحكمها أنظمة الدولة الدينية ومنظومة القوانين الجائرة الموضوعة تحت عنوان الشريعة. ومن تلك الأنظمة، هذا قول أحمد إبراهيم، نظام الإخوان المسلمين الذي ما زال يفرض استبداده على الشعب باسم الدين والدين منه براء. لكن نداء أحمد إبراهيم إلى كافة الضمائر الحية في البلاد ودعوتها إلى التظاهر أمام السفارة السودانية في ذلك الوقت للتنديد بهذه المظلمة بقيت دون مجيب يذكر. فبقينا نحن من جماعة الصفر الفاصل متشبثين بالمبادئ التي قادت نضالاتنا. كفانا فخرا أن صارعنا من أجل دستور ينص صراحة على حقوق وحريات أساسية في إطار دولة مدنية ديمقراطية
مبنية على مفهوم المواطنة، وهو ما تم بفرض الكتلة الديمقراطية داخل المجلس، وتجاوبا مع التحركات الشعبية العالمة واعتصام الرحيل وإثر اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرامي بأيادي الغدر والخيانة التي ما زلنا إلى اليوم نبحث عنها. والسلام عليكم ورحمة الله.